السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. سورة الأعراف 172. نقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه،
الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإذ ذال زمن الرخاء انتبهوا له. قالت تاء شديدة شد وهمس ورا بعض والهمس ما فيش فيه سين. الضاء تعيظون هنا عندي تنوين قوما وبعديها في همزة وصل شايفينها يعني مدام همزة وصل تبدأ الكلمة يعني معناته حرف ساكن. إذا النون الساكنة في التنوين هنا وحرف ساكن في لفظ الجلالة الله صار عندي ايش؟ اثنين ساكن في كلمتين اذا لا يلتقيان. ايش هعمل؟ هحول النون الساكنة في التنوين الى كسرة يعني هعطيها كسرة مش هحولها هخليها مكسورة احركها فحقول قومني الله واضح؟ ظلموا بئيسم قردة ليبعثن لغفور رحيم يرجعون فا وليس فا ما تقوليش فخا فا خالفا عرض هذا تتابع حركات بس وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين نسأل الله من فضله إلى اللقاء.